فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. هذه خطبة وموعظة وعظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وخوفهم من الفتن القادمة، وذكر منها أن يقبض العلم أو سيقبض العلم ويظهر الجهل في مقابله، وظهوره كما ذكرنا إما للتمكين له وإما لأن يصبح باديا غير خفي في الناس. والفتن والجهل منها لكن عطف عليه باقيها، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وصف تلك الفتن فقال: إنها تموج موجا وإنها كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه فتنة الدنيا، منها فتنة السراء وفتنة الضراء وفتنة الدهيماء، كلها فتن تتعلق بحرص الناس على المال وحرصهم على الدنيا وتنافسهم فيها. ويكثر الهرج، أنا هو سيكثر الهرج في الناس. والهرج بالإسكان ما هو؟ هو القتل. ولذلك سألوه عنه قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده، حرفها معناه يجعلها كأنها بمثابة السيف الذي يضرب به. قال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل، معناه يشرح الهرج بالقتل، وكأنه هنا ليست للتشبيه وإنما المقصود بها التعليل، وكأن تأتي نادرا للتعليل. ومن ذلك قول ذي الرمة غيلان بن عقبة المنقري: أراح فريق جيرتك الجمال كأنهم يريدون ارتحالا. معناه لأنهم يريدون ارتحالا، ليس معناه كأنهم هم أصلا يريدون ارتحالا. أراح فريق جيرتك الجمال كأنهم يريدون ارتحالا، أي لأنهم يريدون ارتحالا. وهذا الحديث بيّن هذه الأمور أنها ستحصل، وهي من أشراط الساعة وقد شاهدناها. فاليوم لا تسمع وسيلة إعلام إلا وسمعت فيها قتلا، وبالأخص في بلاد المسلمين، فدماء المسلمين رخيصة الآن، والقتل فيهم مستحر في كل مكان. ففي كل يوم تسمع قتلا في كل مكان، ويقتل الشخص لا يدري على ما قتل، وتفجيرات عامة. ولذلك قديما كان القتل بأدوات محددة، إذا غضب شخص على آخر يطعنه برمح أو يضربه بسيف أو يرميه بسهم ولن يتعدى ذلك الشخص. أما اليوم فإذا غضب شخص على آخر فجر قنبلة، وإذا غضبت دولة كأمريكا ضربت بالقنابل الذرية فتبيد تهلك الحرث والنسل. فلذلك هذا السلاح، سلاح الدمار الشامل، هذا منتجه ومستعمله هو الإرهاب الحقيقي. وهذا الفرق بين الماضي والحال، أن الماضي كان القتل فيه بأدوات لا تتعدى المغضوب عليه، لا يقتل الإنسان إلا من قصد قتله لأمر ما، غضب عليه أو أراد أن يأخذ ماله أو أن يقتص منه بوجه من الوجوه فيضربه بسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم ونحو ذلك. أما الأدوات الحديثة فهي هائلة، دمار شامل، تفجيرات، صواريخ، ضرب بالدبابات، البراميل المتفجرة كما نشهد في الشام. فلذلك كثر الهرج في هذه الأيام، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.